بالصلاة على النبي كده، احنا مجتمعين بربطة المعلم عشان شغلي بيتضرب، يعني لازم نشوف حل، لان انا مش هسكت. لو ما لقيتوش حل انا مش هسكت، هضرب شغل السوق كله. يا جدعان انا الملزمة بتقف عليا بشيء وشويات، اجر معيد، ورق، حب، كهربا، اجر عمالة. يا جدعان انا بيتي هيتخرب، عايزين نشوف حل. ما مش عفريت كمان اللي بيضرب الشفرة، ده لازم واحد من المنطقة، مش بعيد يبقى قاعد وسطينا. ده يبقى واد مجرم قوي، ده انا اضربه بالنار. ايه يا ست صباح، انت جات وقعنا ببعض ولا ايه؟ معقول يعني حد مننا يعمل عامله سودة زي دي؟ ومش معقول ليه يا اخويا؟ امال بتاع العصير اللي بيضرب الشفره ده لازم واحد مننا ومغروز في ام الشغلانه دي. طب والله يا ست ام وجودي بتتكلم صح، بس ده مش الموضوع، احنا عايزين نلاقي حل. يا جدعان المكاتب دي كلها هتقفل، يا جدعان هنشحن، يا جدعان افهموني، انا عايز اعرف الشفره دي بتتضرب ازاي. مكنه جديده يا سني نزلت السوق يا اخويا. وبعدين يا معلم سالم، المكنه دي غاليه قوي ومش اي حد يشتريها. اذا كان على الفلوس يا اخويا نجيب 20 مكنه، احنا بس ناس ضميرنا بينقح عليها. يا جدعان حد يكلمني في الحل، يكلمني في المفيد. السلام عليكم. في حاجه يا زينهم؟ في حاجه انت؟ بقولك يا عم زين، الاجتماع ده مغلق، ما يحضروش غير اصحاب المكاتب الموجوده في بين السرايط وبس. طب ما انا سوف. يعني ايه سوف؟ سوف يبقى عندي مكتبه. الله، ده من امتى ده؟ ودي فين المكتبه دي ان شاء الله؟ الله، الكوافير بتاع زيزي مرات ابن علي. علي ابنك يتجوز زيزي؟ لا سوف. يعني ايه سوف؟ سوف يتجوزها، يبقى عندنا مكتبه وهنبقى نحضر الاجتماعات. يعني انت جاي لنا من المستقبل يا زينهم عشان تحاسبنا في الحاضر؟ لا، انا جاي لكم لمؤاخذه من المستقبل، اقعد معاكم شويه في الحاضر عشان احاسبكم على الماضي. تجننت يا راجل. يا جدعان بقول لكم في مشكله ولازم تتحل، لازم نعرف مين اللي بيضرب الشفره عندنا في السوق. حلو، افهم بقى الاول يعني ايه شفره. هو كل واحد يجي لي يقول لي عايز اعرف ايه الشفره؟ في ايه يا عم الحاج؟ انت جيت لي منين يا خلاص يا مخلص. خلاص يا مخلص يا عم اسكت، انا افهمك يعني ايه شفره. هي ليها حل يا جماعه، احنا نفتح الشغل، يعني كله يشتغل في كله، من هنا ورايح مفيش توزيع مجاميع، كلنا نشتغل ونعيش وربنا الرزاق بقى. لا لا لا، انا مش موافق على الكلام ده ست صباح. موضوع المجاميع ده كويس قوي كده، وعن نفسي موافق على رزق ماده واحده وتحشت لحد كده. غلط، لان ربنا هو اللي بيوسع الارزاق. ايوه، يدي كتير يدي قليل، هو حر، ما حدش فينا خد توكيل الرزق. افهم، حرام تقول كده محروس. لا اله الا الله. اهدوا بس، القانون الدستوري بيقول ايه؟ كلكم عارفين، رأي الأغلبية يمشي على الكل. طب والله الكلام معقول، مش كلكم رجالة؟ هي اللي بتتكلم صح. ايه؟ عايز أصوت. صوت؟ طب ما تصوت، ما يا ست احنا مالنا احنا. الله الله الله، اسكت يا زينهم، اسكت، أنا فاهمك يعني إيه نصوت. اللي موافق علينا نفتح الشغل ومفيش توزيع مجاميع وكله يشتغل في كله يرفع إيده. الحمد لله. أربعة أربعة، ما حصلش حاجة، تعادل. يعني أنا أصبع كفتة؟ ما هو اسكت يا زينهم ومنزل إيدك، هفهمك بعدين. بقول لكم يا رجالة، مات الكلام. ست صباح، مفيش حاجة اسمها كل واحد يشتغل على مزاجه دي. إحنا هنرجع كما كنا. واللي بيضرب الشفرة دي وشرف أمي، لا هجيبه وأعلقه على باب الجامعة. قوم يا درمالك.